نتكلم حتى بأنظمة قواعد هذا القصر، ونحن قبلناها ديفراج، بس هي يا ترى رح تقدر تتقبل أنظمة وقوانين العيلة والقصر؟ أنا حابة إني أنصحك نصيحة واحدة بس، إمتى ما حسيت حالك ضايع بين الحب والواجب تبعك بس تطلع على الخيط اللي حطيته بإيدك. بدي اياك تفكر بكلامي كتير منيح ديفراج. انا هلا رح روح مع لاتيكا، وانت فيك تروح على غرفتك. ماشي. عراق، هو اللي تخلص من ابني، هو اللي دفشني من على الدرج بس ما فيني خبر اي حدا بالحقيقه. سميني ليش رعتي؟ لانه انا خسرت ابني اول شيء، بس ما بدي اخسر بابا كمان، فهمتي؟ راجا فددني اذا بعمل شيء او بحكي الحقيقه لحدا رح يروح لعند بابا ويثبت له اني بنت ماني منيحه. بابا ما رح يتحمل هذا الشيء كريشة ابدا. أنا هلأ خجلان من حالي راتي. إذا أنت كنت خايفة بوجودي فهاد غلطي أنا. رح أطرد راكاف من القصر فورا، ما عاد رح تشوفيه مرة تانية بحياتك أبدا. لا ديفراج، بترجاك لا تعمل هيك. راكاف رح يتعاقب، بس أنا يلي بدي عاقبه على الشي يلي صار معي. رح أتعلم من كريشا ورح صير قوية وأثبت حالي للكل كمان. تعرفي شغلة راتي؟ تعرفي شو أكبر عقاب لراجاف؟ إنه المرة يلي بحياته ما قدرها أبداً، وإنها رح تبطل تمشي مثل ما هو بده من هلا. بدي شوية وقت لأستجمع شجاعتي. راتي فيكي تاخدي وقت قد ما بدك، نحن كلياتنا معك. راتي ليكي، أنا بوعدك إني رح كون معك بهي القصة كلها. أنا وكريشا رح نستنى الوقت يلي بدك تعاقبي فيه راجاف عالشي اللي عمله.